مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي الانطلاقه لشوطنا هنا السابع عشر في مجموع الاشواط، والشوط السابع عشر الخاص بالحجايج البكار ضمن الاشواط المفتوحه المنطلقه هنا على ارضيه هذا الميدان، ميدان الدستور في هذه الانطلاقات الصباحيه الجميله والمتابعه هنا من قناه دبي ريسنج الناقله لهذا الحدث الجميل. نتابع هنا بهذه المسيره من عربه النقل هنا والصداره والمقدمه ومنصوره، من تاتي على الصداره وعلى المركز الاول محمد بن علي بن حمد اليحافي، من تنطلق على الصداره وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط في هذا التحدي والاثاره الجميل. لكن ارى التغيير هنا من الشرقيه لمحمد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي، من انطلقت بهذا التحدي والإثارة المركز الثاني العزوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري، والوصول من نجوى محمد بن عبد الله العسكري، من تصل بهذه اللحظات على المركز الثالث وفي المركز الرابع. المركز الرابع والانطلاق مشاهدينا ومتابعينا الكروم والتحدي هنا على المركز الرابع في هذه اللحظات، والقدوم والتحدي هنا، الوصول في هذه اللحظات في هذا الانطلاق من أسيل سيف بن سعيد بن غانم المنصوري، من انطلقت بالتحدي والإثارة. هناك أيضا شعار أيضا القادم بهذه اللحظات والقدوم والتحدي هنا، أيضا سليطة لعلي بن حمد بن علي لعويسي، من انطلقت بالتحدي بالإثارة. مشاهدينا الكرام الوصول هنا من هملولة عيلان بن حميد بن واس، من وصلت بهذا التحدي هو الإثارة. هنا أيضا منصورة محمد بن علي بن حمد اليحافي، من تدخلت بكل قوة. الوصول هنا من وعظ ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، من انطلقت بالتحدي والإثارة. الوصول هنا من الخزنة سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، والتقدم أيضا على عاشر مراكز من غارة علي بن راشد بن مسلم العمري. ولكن أعود هنا إلى الشرطية، إلى الشرطية على صدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. السلام هنا على الانطلاق على التحدي على الإثورة لمحمد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي، من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الوصول من منصورة محمد بن علي بن حمد الجحافي، هنا حصون قادمة بهذا الأداء. سالم بن طويرش بن محمد لوهيبي المنطلقة والمتحدية، سرابة سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي على المركز الرابع. المركز الخامس الحاكمة عبد الله بن سيف بن معضل المشغول مع الحاكمة، ولكن هنا الشرطية على صدارة، الشرطية على المقدمة على المركز الأول. الشرطية هنا لمحمد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي المنطلقة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة. حصون في المركز الثاني سالم بن طويرش بن محمد لوهيبي على ثاني المراكز، ومنصورة على المركز الثالث لمحمد بن علي بن حمد الجحافي. ولكن الشرطية على المقدمة، الشرطية على المركز الأول، الشرطية طلقت، الشرطية بالفوز، الشرطية بالناموس. سلام 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 زعبير، سلام سلام للدشبة، سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا 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 لأبو عبد الله على هذا الأداء الجميل، محمد بن جابر بن عبد الله الحربي على هذا الفوز الجميل. منصورة في المركز الثاني، محمد بن علي بن حمد الجحافي المركز الثالث. من وصلت مشاهدينا الكرام؟ حصون سالم بن طويرش بن محمد لوهيبي، هناك ايضا مغصه سالم بن رايد بن غدير الكتبي، والوصول ايضا هذا الانطلاق الجميل من سرابه لسعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، من وصلت بهذا هنا. اذا
التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام بهذا التحدي بالإثارة مشاهدينا الكرام، لحظة وصول الشرطية لأربع دقائق 35 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي، سلام نادي الشباب، سلام على هذا الأداء الجميل. بينما المركز الثاني قدمت عرض تشكر عليه منصورة، محمد بن علي بن حمد الجحافي، أربع دقائق 36 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية. حصون أتتنا على المركز الثالث، سالم بن طويرش بن محمد الوهيبي، وقدمت توقيت زمن مقدارها أربع دقائق 37 ثانية، جزءا واحد يتيما من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا للجميع.